مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. تحركات عدة تحت المجهر السياسي، أبرزها تحرك دبلوماسي فرنسي في بيروت عرض استعدادا لأي خطوة تسهم في انتخاب رئيس للجمهورية، تحرك لوزير خارجية لوكسمبورغ استطلع الوضع في لبنان، تحرك لهيئة العلماء المسلمين طلب تفويضا رسميا لمقايضة نساء وأطفال بعسكريين مخطوفين. ترافق ذلك مع إقفال الجيش المعابر المؤدية إلى جرود عرسال وقصف مدفعيته لمواقع المسلحين وسط تعليق قطر وساطتها لتحرير العسكريين المخطوفين لحسابات تتعلق بالمصالحة الخليجية وإثبات عدم علاقة الدوحة بالتنظيمات الإسلامية المتطرفة. وستنعقد غدا في الدوحة قمة خليجية يسبقها اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت أوساط متابعة لأجواء القمة إن بيانا سيصدر ويعتمد وثيقة لثوابت خليجية موحدة من كل الملفات المفتوحة في المنطقة وداخل مجلس التعاون، لا سيما ما يتعلق بالإرهاب. وفي اليمن حصلت 5 انفجارات استهدفت قوات حوثية في ظل استقالة محافظ الحديدة وتشكيل هيئة عليا للحفاظ على القوات المسلحة. أما في السعودية فقرار ملكي أعفى عددا من الوزراء وعين مكانهم 9 وزراء بينهم وزير الثقافة والإعلام. وبالعودة إلى الوضع المحلي، نشير إلى معلومات تفيد بأن هيئة العلماء المسلمين تعد إعلانا لمقايضة تنهي قضية العسكريين المخطوفين الذين واصل أهاليهم التحرك وطلبوا لقاء مع مسؤولين في النصرة وداعش. طلب أهالي العسكريين المخطوفين من تنظيمي داعش والنصرة موعدا حقنا للدماء في ظل عجز الدولة عن تحرير أبنائهم، وعلقوا على انسحاب الوسيط القطري من المفاوضات لإطلاق أبنائهم بشكره على موقفه من نقد جبهة النصرة للعهد بقتل الجندي علي البزال، متسائلين عن الإنجازات التي حققها في ملف أبنائهم وملقين اللوم على الحكومة لأنها لم تتجاوب معه، معتبرين أنه كان غير مهتم بالملف كما يجب على الأقل ناحية كسب الوقت، متمنين أن تلعب هيئة العلماء المسلمين دور الوساطة بدل الوسيط القطري. وأشاروا إلى أن موقف النائب وليد جملاط هو موقف الشرفاء. هذا وأقدم أهالي حوش الحريم الوقاع الغربي على قطع الطريق الرئيسية بالإطارات المشتعلة تضامنا مع الجيش وما يتعرض له من قبل التكفيريين وخصوصا ذبح العسكريين. نطلب من قائد الجيش ما يتهاون مع اي انسان اللي كان ان شاء الله بيكون ابنه يصفيه على الطريق، وبنطلب منه تحديدا ينزل اللي موجودين داخل سجن رومي يشنقوا مثل ما بينشأنا رجالنا بجبال وبجرود. ولاحقا اعيد فتح الطريق، واغلق الجيش اللبناني جميع الطرقات بين بلدة عرسال ومحيطها، حيث يتحصن الارهابيون بهدف منع وصول المواد التنموية وغيرها من اجل تضييق الخناق على المسلحين. تزامن ذلك مع قصف مدفعي على جرود عرسال يستهدف مواقع الارهابيين من مدفعية الجيش اللبناني. موضوع المخطوفين العسكريين كان مدار بحث بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ووفد هيئة العلماء المسلمين، الذي دعا بعد اللقاء إلى معالجة ملف العسكريين بإظهار المرونة بمواقف الدولة. وقد أكدت الهيئة لسماحته على استعدادها للمضي بالمبادرة بشرطين أساسيين: الأول أن يكون هناك تكليف رسمي من الحكومة للهيئة، الثاني أن يكون هناك قبول بمبدأ المقايضة. كما نبهت الهيئة إلى ضرورة الإسراع في حل هذا الملف لما يشكله من تهديد جدي للسلم الأهلي والعيش المشترك. وهذا المساء انفجرت سيارة في عرسال قرب مبنى البلدية، ويملك السيارة المطلوب جهاد عز الدين، ما أدى إلى إصابة شقيقه حسن عز الدين بجروح حرجة، وسقط قتيل وعدد من الجرحى. رئيس الحكومة تمام سلام اعتبر أن التفاوض مع الخاطفين لن يكون سهلا ويتطلب جهودا من الجميع، كاشفا أنه سيطلب دعم فرنسا في انتخاب رئيس. اعتبر الرئيس تمام سلام أن الانتخابات الرئاسية تتأثر تقليديا بالخارج، قائلا: نعتمد على أصدقائنا لدعمنا بهذا الوضع، ولطالما أظهرت فرنسا اهتماما بالموضوع وتحركت مع دول أخرى لمساعدتنا على حله.
وأشار الرئيس سلام في حديث لوكالة فرانس بريس إلى أنه سيطلب من فرنسا أن تساعد لبنان في معاناته على مستوى النازحين السوريين الذين يشكلون يوما بعد يوم عبئا كبيرا على بنانا التحتية وعلى حاجات المجتمع والوطن، لافتا إلى وجود تقصير دولي حتى اليوم لأن الدعم الذي أتى من دول ومؤتمرات عديدة لم يكن في المستوى المطلوب. وفي ملف العسكريين المخطوفين شدد الرئيس سلام على أن الحكومة تحاول التفاوض مع الخاطفين، لكن الأمر لن يكون سهلا، معتبرا أن هذا الأمر يتطلب جهودا كبيرة من الجميع، أي من الأطراف السياسيين ومن الشعب ومن عائلات الرهائن ومن الأجهزة الأمنية وخصوصا من الإعلام. وفي بيروت، وزير الخارجية الفرنسي يجول على القيادات اللبنانية ويؤكد من السراي أن فرنسا ليس لديها أي مرشح للرئاسة، ولكن يقلقها الفراغ في موقع الرئاسة الأولى. نبيه بري في عين التين اليوم مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو في حضور السفير الفرنسي باتريس باولي، وجرى عرض لآخر التطورات. الموفد الفرنسي زار السراي والتقى الرئيس تمام سلام، حيث جدد دعم فرنسا للبنان التي هي متعلقة كما قال بوحدته وسلامته، ولفت إلى ثقل النزاع في سوريا والذي يرمي بثقله على لبنان تباعا من خلال تحديات لا تطاق وأعباء غير متكافئة. وأشار إلى أن الفراغ الرئاسي يقلق فرنسا وهي تتحرك بتجرد ونزاهة وتضع نفسها في خدمة لبنان، والانتخاب الرئاسي مسألة وطنية لبنانية، وفرنسا ليس لديها مرشحون أو فيتو، وهي تدعم الدولة اللبنانية وعمل المؤسسات. الموفد الفرنسي زار وزارة الخارجية والتقى الوزير جبران باسيل، ولم يدلي جيرو بأي تصريح على الأثر. ومساء التقى الرئيس نجيب ميقاتي الوفد الفرنسي، وكان عرض لآخر التطورات في لبنان والمنطقة. جولة لوزير خارجية لوكسمبورغ على القيادات السياسية، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان ودعمه خصوصا في موضوع النازحين السوريين. في إطار جولته على القيادات السياسية، زار وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيل بورن عين التينة والتقى الرئيس نبيه بري وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. أسيل بورن زار أيضا السرايا الحكومية والتقى الرئيس تمام سلام وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة. جولة وزير خارجية لوكسمبورغ شملت أيضا الرابية، حيث التقى العماد ميشيل عون واتسمت الزيارة بالطابع الاستطلاعي. وزير خارجية لوكسمبورغ التقى نظيره اللبناني الوزير جبران باسيل وتم البحث في العلاقات الثنائية، وعقدا بعد اللقاء مؤتمرا صحفيا مشتركا شددا فيه على ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين. باسيل طلب من نظيره دعم بلاده للبنان وجيشه ضد الإرهاب الذي طال المؤسسة العسكرية. وزير خارجية لوكسمبورغ بدوره حي الديمقراطية في لبنان وأكد دعم لبنان على الصعود كافة خصوصا في موضوع النازحين السوريين، وشدد من جهة ثانية على ضرورة الحل السياسي في سوريا وإعطاء الفرصة لموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا الذي رأى أنه يحاول العمل بعمق لإيجاد الحلول اللازمة، معتبرا أن البربرية لا يمكن أن تؤدي إلى حل. وفد من الفنانين التقى أهالي العسكريين المخطوفين وسيقوم بمبادرة تجاه الرئيس سلام والعماد قهوجي تضامنا مع العسكريين. نفذ أهل الفن في لبنان وقفة تضامنية مع أهل العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الإرهابية. المسيرة انطلقت من أمام كاتدرائية مرجرجس للموارنة في وسط بيروت إلى ساحة رياض الصلح، حيث يعتصم الأهالي منذ أشهر، وكان تشديد على ضرورة الإسراع بتحرير المخطوفين ودعم الجيش والقوى الأمنية. هود الجنود هن أهلنا وشرفنا وكرامتنا، وجين نوقف على خطرهم ونتمنى كل أسير يرجع لعند أهله، وما قلنا غير هالمؤسسة هي بلبنان تحمينا. جايين نتضامن مع أهل العسكريين ونتضامن مع الجيش اللبناني، ونحن نعتبر كل عنصر بالجيش وبالمؤسسات الأمنية هو الضامن لسلامة بلدنا. أولا نحن جايين نعزي بالشهيد علي البزيل، ونوقف حد أهالي العسكريين، نعزي بكل الشهداء اللي راحوا، عم نوقف معهم لحتى نتضامن معهم، نحس بألمهم بوجعهم، يمكن بعتقد هيدا الشيء بيبردن قلبهم. جايين نضم صلاتنا لصلاتهم بأنه يرجع أولادهم بأقرب وقت ممكن، يرجعوا سلمين. يمكن زيارتنا هيك دعم معنوي مش أكتر، على أمل أنه تتحرك الأمور. كل شهيد منهم هو شهيد من عائلتنا، الله يصبرون، الله يقويون،
إن شاء الله يا رب بيجي وقت وبيفرج عنهم ومنقلل من حجم الشهداء اللي عم تسقط من أهل الجيش. نتأمل أنه بأقرب فرصة ممكنة يصير في تحرك من قبل الرجال المسؤولين إذا كان في مسؤولين لحتى يحرروهم، لحتى يوقفوا عذاب الأهل وعذاب هالمخطوفين، لحتى يرجعوا لنا شبابنا أهلنا أخواتنا. الفنانون قدموا واجب العزاء بالشهيد علي البزال وتمنوا أن يفرج عن المخطوفين قبل عيدي الميلاد ورأس السنة ليشعر ذووهم بفرح العيد. وقفة الفنانين اللبنانيين هي لتأكيد وحدة الصف مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية ودعوة لجميع اللبنانيين إلى التضامن مع أهالي العسكريين المخطوفين. من ساحة رياض الصلح، بلال شومان، سركيس دويهي، تلفزيون لبنان. اجتماع في منزل الوزير ريفي وتشديد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والتضامن الوطني. عقد في دارة وزير العدل اللواء أشرف ريفي اجتماع ضم نواب طرابلس تداولوا فيه المستجدات الأخيرة على الساحة اللبنانية وقضايا طرابلس الاجتماعية والأمنية. وأصدر المجتمعون عقب الاجتماع بيانا أشار إلى أن المأساة المتمثلة بملف العسكريين باتت تطرح على الجميع تحديا مواجهة هذا الإرهاب الأعمى بالتضامن الوطني والالتفاف حول المؤسسات باعتبارها الضامن الوحيد لأمن الوطن والمواطنين. وإذ يشارك المجتمعون عائلة الشهيد علي البزال وجميع اللبنانيين الحزن على استشهاده، فإنهم يدعون إلى قطع الطريق على الفتنة. ثالثا، إن الموقف المسؤول الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري بخصوص الحوار يشكل فرصة أخرى للإنقاذ، يفترض بكل الأطراف أن يتلقفوها كي تكون بداية لوقف الانهيار الحاصل جراء أضعاف الدولة واستضعافها وشل المؤسسات وتعطيل الدورة الاقتصادية، لا أن تتحول كسابقاتها إلى مجرد مناورة لكسب الوقت، ومن ثم الالتفاف على مقررات الحوار ونتائجه من خلال السياسات الانقلابية التي خبرها اللبنانيون جيدا. المجتمعون دعوا إلى انسحاب حزب الله من سوريا وضبط الحدود بشكل صارم بالاتجاهين والاستعانة بقوات دولية للمساعدة في هذا الشأن استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة وأبرزها القرار 1701. أعلنت الدرجة الأولى في المحكمة الدولية أنها ستصدر قرارا شفهيا بطلب إدراج النائب وليد جملاط على قائمة الشهود. المحكمة استأنفت جلساتها اليوم، والنائب مروان حميد اتهم سوريا بعرقلة تشكيل حكومة وحدة حيادية أرادها الحريري. استأنفت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها اليوم وتابعت الاستماع إلى النائب مروان حميدي الذي أكد أن الرئيس رفيق الحريري كان يراهن على أن حكومة وحدة وطنية حيادية ستعيد بعض التوازن إلى النظام اللبناني وتكف يد النظام السوري، وقد استمر مسعاه حتى منتصف تشرين الأول حين تسارعت الحوادث. وأضاف: سوريا كانت على علم بمسعى الحريري لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن سوريا عرقلت تشكيل هذه الحكومة لأنها لم تلتقي مع أهدافها وأهداف أدواتها في لبنان. وفي صباح 20 تشرين الأول 2004 أبلغ أن عليه الاستقالة من رئاسة الحكومة. وقد زار تيري رود لارسن بيروت آنذاك، وزار البطريرك صفير، وطلب قبل أن يغادر إلى أوروبا أن يتوقف في قريتم، وقال نقل له كلاما نقله لنا الرئيس الحريري في الاجتماع الأخير الذي التقيناه في 13 شباط 2005، أن لهجة الرئيس الأسد تجاه الحريري كانت غاضبة جدا ومهددة جدا، ونصحه هو أيضا كما كنا قد سبقنا ونصحناه بأن لا يبقى في لبنان. وتابع حميدي: جنبلاط وأنا نصحنا الرئيس الحريري بالابتعاد عن المجال الحكومي والابتعاد عن لبنان نظرا للمخاطر الأمنية، موضحا أننا كنا نعقد اجتماعات دورية مع الرئيس الحريري للتنسيق بين الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل، وكنا ننصحه بالحذر. حزب الكتائب اعتبر أن أي قانون انتخاب يتجاهل خصوصيات أي مكون غير جدير باعتماده.
تابع المكتب السياسي الكتائبي الذي انعقد عصرا في البيت المركزي برئاسة الرئيس أمين الجميل تابع باهتمام المناقشات الدائرة في لجنة التواصل البرلمانية حول مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة، وأكد الحزب استعداده لمناقشة علمية وموضوعية لكل المشاريع ووفق كل الأنظمة الأكثري والنسبي والمختلط من أجل تحقيق مستلزمات الشراكة الوطنية الحقيقية والتمثيل العادل والمساواة بين كل الفئات والمناطق. وطلب الحزب باعتماد المساواة الفعلية ديموغرافيا وجغرافيا لدى ترسيم الدوائر الانتخابية إن على صعيد الأقضية أو المحافظات، ودعا الحزب إلى وضع استراتيجية جديدة تضع حدا لهذا التمادي في استباحة الدم وتوقف النزف في منطقة عرسال والبقاع دون إخفال الإمكانات التي يمكن أن يوفرها التحالف الدولي للبنان ولأمنه واستقراره. ويسأل الحزب كيف يعاد طرح الأقضية كما هي ولو على أساس انتخاب نصف النواب وفق النظام الأكثري على أساس واقع القضاء حاليا في وقت تبرأ الجميع من قانون 60 ولعنوه وألصقوا به كل النعوت ليس أقلها قانون الحقبة السورية. ومن عين التين أن نائب جورج عدوان يدعو للذهاب إلى الهيئة العامة بعد رأس السنة وإقرار قانون الانتخاب. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم وعرض معه الوضع العام وعمل اللجنة. الرئيس بري استقبل النائب جورج عدوان الذي أكد أن القانون المختلط هو الذي يحظى بتوافق أكبر، ويبقى أن نقرب وجهات النظر بين اقتراح القانون المقدم من النائب علي بزي والقانون المقدم من تيار المستقبل والقوات والاشتراكي. أنا لقلت لدولة الرئيس إصرار القوات اللبنانية انه يتعين جلسة للهيئة العامة بعد رأس السنة سواء اتفقنا او ما اتفقنا باللجنة، لانه قانون الانتخابات ما بقى يتحمل لا مماطلة ولا تسويف. الرئيس بري استقبل مدير منظمة العمل العربية الدكتور احمد لقمان والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام عضو منظمة العمل العربية حسن فقي. رئيس الحكومة تمام سلام رأس اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لبحث ملف الاتصالات، كما عرض التطورات مع النائب محمد الحجار ومن ثم مع رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب. لحظات مع الإعلان ثم نتابع هذه النشرة. ونواصل نشاطنا من تلفزيون لبنان. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عرض تطورات مع رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي أكد أن عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية هو أمر معيب في حق الديمقراطية، معولا على الحوار بين الدكتور جعجع والعماد عون للوصول إلى نتيجة ترضي الطرفين. وفي معرب عرض جعجع مع رئيس التجمع السرياني في سهل نينوى أوضاع اللاجئين المسيحيين في العراق فضلا عما يعانيه المسيحيون في لبنان. في ساحة النجم اجتماعات لجان، تفاصيلها في هذا التقرير. شكلت العائدات المستحقة للبلديات منذ العام 94 محور اللقاء الذي جمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ووفدا من اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار. كنعان انتقد اقتطاع مبالغ كبيرة من عائدات الخلوي المستحقة للبلديات متحدثا عن عدم وجود سند قانوني يتيح ذلك. أنا أوجه نداء لمعالي وزير الاتصالات الذي هو مؤتمن على هذه الأموال، لأن وزارة الاتصالات مؤتمنة على هذه الأموال بحسب القانون، أنه يأخذ المبادرة بتعديل هذا المرسوم ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء بأقرب جلسة ممكنة ولكن من دون المادة 4. فرعية اللجان المشتركة درست قانون سلامة الغذاء وشددت على وجوب إنشاء هيئة وطنية تعنى بسلامة الغذاء وتعطى صلاحيات تقريرية. أنا بعتقد اليوم صار في توافق على أمر كتير مهم، هيئة وطنية مستقلة مؤلفة من خبراء يكون عندها القدرة على أخذ القرار والقيام بالمهام اللي ذكرتها. لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح تنظيم تراخيص مراكز التجميل وشكلت لجنة فرعية من عضوية النواب توني أبو خاطر، غسان مخيبر وعماد الحوت وممثلي وزارة الصحة لصياغة الاقتراح.
اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل درست استبدال قوارير الغاز المنزلي وطلبت من مدير عام النفط مراجعة جداول تركيب أسعار المشتقات النفطية مع شركات الاستيراد والتعبئة. فرعية الإدارة والعدل المكلفة دراسة بعض مواد قانون الانتخابات من الناحية التقنية ناقشت انتظام المرشحين في اللوائح الانتخابية وشروط تشكيل هذه اللوائح وتسجيلها وأحكام أخرى مرتبطة بها. في ملف الفساد الغذائي بناء لإشارة المدعي العام للسئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وعملا بكتاب قسم الصحة في الجنوب تم تشميع معمل ومحل المدعو طلال الهبش المعد لبيع الألبان والأجبان بالشمع الأحمر في محلة حي البراد في صيدا. باشر النائب العام المالي القاضي دكتور علي إبراهيم تحقيقاته في أمانة السجل العقاري في كل المناطق، فاستمع إلى إفادات عدد من أمناء السجل العقاري وإلى عدد آخر من موظفي المساحة وتركهم رهن التحقيق. هل لبنان ما زال بعيدا عن تطبيق مفاهيم وأفكار المسؤولية والاجتماعية للشركات وما أثر ذلك على العامل والاقتصاد؟ ندى الحوت. المسؤولية الاجتماعية للشركات عنوان المؤتمر الذي عقد في فندق فينيسيا، وتناولت المداخلات واقع الشركات في لبنان ودورها في ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه العامل وكيفية دعمه وتطويره. حاكم مصرف لبنان دكتور رياض سليمي عرض إنجازات مصرف لبنان في دعم وتطوير المؤسسات. مصرف لبنان منذ سنوات على تأمين المناخات المناسبة لتحسين المستوى المعيشي لدى المواطن اللبناني من خلال تحقيق تراجع في الفوائد واستقرار في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية لديه، وأيضا من خلال تجنيب لبنان العديد من الأزمات الاقتصادية ومفاعيلها الاجتماعية. أما رئيس اتحاد الغرف محمد شقير فأكد أن لبنان ما زال بعيدا عن تطبيق مفهوم وأفكار المسؤولية الاجتماعية. نسأل أين هي مسؤولية القيادات السياسية تجاه البلد برمته؟ أين مسؤوليتها تجاه انتخاب رئيس الجمهورية واستقامة المؤسسات الدستورية؟ رئيس مؤسسة CSR خالد القصار أكد أن لبنان والمؤسسات الخاصة تقوم بدور كبير في ترسيخ فكرة المسؤولية الاجتماعية، آملا أن تمشي مؤسسات الدولة على خطى المؤسسات الخاصة. هناك فرق كبير بين الخدمة المجتمعية للقطاع الأهلي أو للمواطن أو لرجل الأعمال وبين المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع وضع خطوط حمر ثلاثة تحت كلمة الشركات. إن مفهوم الشركات المواطنة أو الاستدامة sustainability جزء أساسي من استراتيجيات إدارة الشركات والمصارف في هذا العصر، وهو يتعلق بصميم دور مجالس الإدارة مباشرة وعلى مدى سنوات طويلة لها حساباتها في الأرباح والخسائر. بعدها جال حكم مصرف لبنان رياض سليمي ورئيس اتحاد الغرف على المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر وكانت آراء للمشاركين. أخبار محلية متفرقة في هذه الصفحة. وزير الخارجية جبران باسيل عرض الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة مع سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إخوريست ومع سفيري بريطانيا وألمانيا. قائد الجيش العماد جان قهوجي بحث في الأوضاع والتطورات الراهنة مع وزير الصحة وائل أبو فاعور ثم مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري. الأوضاع في المنطقة لا سيما التطورات الأمنية على الحدود السورية مع فلسطين عرضها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان الجنرال إقبال سينت سانغ. أشار وزير العمل سجعان أزي خلال رعايته ورشة العمل حول مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية إلى أن هناك فئة في المجتمعات العربية تدرك أنه مهما اشتدت الصعاب يبقى الحل الاجتماعي هو الحل الأمثل لقضية الشعوب العربية، مؤكدا أن أي مجتمع لا يملك ضمانا اجتماعيا لا قدرة له على مقاومة أي عدو. أزي عرض التطورات مع السفير الياباني سيشي أوتسوكا. في المركز الكاثوليكي للأعلام مؤتمر صحفي حول زيارة البطريرك الراعي لأستراليا، وقد أكد المطران بولس مطر أن رموز الكنيسة لا تطال في الأعلام. مزيد من الأخبار بعد ونواصل نشاطنا من تلفزيون لبنان. في إيران لقاء بين المعلم وظريف وتأكيد أن لا حل سوى بتجفيف منابع الإرهاب والعمل لإيجاد حل سياسي.
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الهدف من زيارة إيران هو تقديم الشكر والامتنان إلى الإمام الخامنئي وللرئيس حسن روحاني وللقيادة الإيرانية وللشعب الشقيق الذي واصل دعمه للشعب السوري وتعزيز صموده وهو وصل إلى انتصاره على الإرهاب، مشددا على أننا في سوريا نتعرض لمؤامرة ما زال الأفرقاء فيها يواصلون بكل وقاحة تآمرهم وتقودهم كالنعاج الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ودول معروفة في المنطقة مثل تركيا والسعودية وقطر. وأشار المعلم في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن هؤلاء لم يدركوا أن في تآمرهم يدفعون الإرهاب إلى بلدانهم. ردود الفعل تتوالى عقب الغارات الإسرائيلية على سوريا واشتباكات عنيفة في جبل الأربعين بريف إدلب. توالت ردود الفعل بعد الغارات الإسرائيلية على منطقتي دمشق ومطار دمشق الدولي، فقد أعلن الجيش السوري أن هذا العدوان يؤكد ضلوع إسرائيل المباشر في دعم الإرهاب في سوريا إلى جانب الدول الغربية والإقليمية المعروفة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة وتنظيم داعش. وقد وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن حول الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، في حين رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق عن الحادث. وفي غضون ذلك شهد جبل الأربعين قرب مدينة أريحة بريف إدلب اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين. وفي حلب سقط ما لا يقل عن 13 عنصرا من القوات النظامية في تفجير نفق في حلب القديمة وسط قصف لطائرات النظام السوري على مدن عندان وكفر حمرة وحيتان في ريف حلب، فيما تستعيد القوات النظامية السيطرة على مطار دير الزور العسكري. وقد تقرر عقد لقاء بين موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دمستورا وقادة فصائل المعارضة السورية المسلحة في حلب لمناقشة مقترح تجميد القتال في المدينة التي مصدقتها الحرب. وأوضحت الناطقة باسم المبعوث الأممي أن اللقاء سيعقد في مدينة غازي عنتاب في تركيا لمناقشة خطته من دون أن تعلن موعدا محددا لبدء المحادثات. وفي هذا السياق وصلت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى تركيا في محاولة لحث أنقرة على المشاركة بشكل أوسع في التصدي لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وستحاول موغريني والوفد الأوروبي المرافق لها إقناع الأتراك بإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب عبر حدودهم إلى سوريا. إلى هنا تنتهي نشرتنا بيير، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.